تعالوا بقى ندخل في حلقتنا النهاردة. يعني كالعادة دايما بنبحث عن التنمية، وكالعادة بندور ازاي نشوف مصر أحلى. إن شاء الله مصر أحلى بيكم كلكم يا رب. وازاي يكون نحقق الانتاج ونحقق طفرة تنموية كبيرة من خلال إنتاجنا ومن خلال الشغل اللي بيتم، والعجل وتروس المكن اللي هي ممكن تكون أحلى نغمة ممكن تسمعها. ده اللي بننزل ندور عليه من خلال حملتنا، حملة دعم الصناعة المصرية والصناعة المصريين. إحنا نزلنا منطقة شق التعبان. منطقة شق التعبان الحقيقة يعني أنا نزلتها قبل كده من حوالي 10 سنين، وكنت نازلة أعمل فيها تحقيق صحفي، وعملت فيها شغل وشفت قد إيه المصانع اللي هناك. وتخيلوا مدينة يعني أو منطقة، يعني إن جاز التعبير مدينة أو منطقة، شق التعبان فيها استثمارات بحوالي 18 مليار جنيه. 18 مليار بيشتغل فيها عمالة مباشرة 45 ألف، وعمالة غير مباشرة حوالي 100 ألف. تعد من افضل او من اعرق او من القلاع الصناعيه على مستوى مصر طبعا والشرق الاوسط. تعد الرابعه على مستوى العالم. بتصدر يعني حجم التصدير بتاعها حوالي 500 مليون. طيب المنطقه زي دي انا ليه بقول لكم انا زرتها من حوالي 10 سنين، وزرتها اما رحنا المره دي لقيت للاسف نفس المشاكل اللي انا شفتها من السنين اللي فاتت دي لسه موجودة. وده استوقفني، احنا جايين نشوف الصناعة المصرية وازاي صناعة يعني بتتطور في مصر، خاصة صناعة يعني الرخام والجرانيت من الصناعات الثقيلة والصناعات اللي هي بتصدر بشكل كبير. طيب يعني ليه البنية الأساسية ما زالت فيها نفس المشاكل؟ شوارع عشان تخش لحد ما يعني احنا داخلين بعربية البرنامج، يعني بعربية القناة لحد المصنع، مش قادرة أقول لكم الأرض عاملة إزاي، يعني الشوارع نفسها عاملة إزاي. وده اللي أنا شفته على فكرة يعني من وقتها، من كام سنة فات، وشوفوا 10 سنين أو ممكن أقل أو أكثر شوية. فيعني ليه ما يكونش في اهتمام اكبر بالمنطقه الصناعيه دي بحيث ان هي يكون حجم الصادرات فيها اعلى ونوصل فيها ونهتم، ولما تتفاعل الاهتمام بيها وتفعل ازاي ان احنا يكون فيها عمليات تصديريه اكبر، وازاي يكون هتاخد منها اكتر كتير، وهتكون هي عامل مهم جدا مساهم في التنميه وفي الدخل القومي لمصر. ليه احنا يعني ليه مضروب فيها ايدي الاهمال؟ يعني تحس فيها ان هي ما زالت بينقصها حاجات كتير وعندهم مشاكل كتير. الصناع اللي هناك دول يعني محتاج، يعني انا اتخيل ان هم ياخدوا وسام شرف، لان هم بيشتغلوا في ظروف صعبه جدا ان هم يشتغلوا في الظروف دي ويقدروا يصدروا ويعملوا. ما بالكم بقى لو هو في دعم ليهم، وان المنطقه ممكن تكون افضل كتير، ويكون في بنيه اساسيه محترمه. ازاي لما يجي مستثمرين من الخارج داخلين مثلا يستوردوا خامات وجايين يبصوا على الخامات، اما يجوا يدخلوا من بدايه دخله شق التعبان، يعني انا اتخيل ان هم مش هيكملوا. وسمعت اكتر من روايه في الشكل ده بالظبط، ان في ناس ما رضيش تشتغل ورجعت. الا بقى الناس اللي هي عارفه المنطقه وعارفه ابعادها يعني من الدول يعني، فبتضطر ان هي تدخل عادي عارفه ان شكلها كده. بس ليه شكلنا يبقى كده؟ ليه ما يبقاش شكلنا قدام المستثمرين او الناس اللي هي جايه، اذا كان حتى مش جاي يستثمر، اذا كان جاي يستورد، ما يكونش افضل كتير، ويبقى المنطقه دي تعد من افضل المناطق لصناعه الرخام والجرانيت على مستوى العالم. يعني اتمنى صوتي يوصل يعني للجهات المسؤوله بالاهتمام بمنطقه شق التعبان، لان انا شايفه ان هي من المناطق، طبعا هي بقى لها سنين، ولكنها من المناطق الواعده اللي ممكن تكون ليها دخل كبير ومساهم في الدخل القومي، وايضا ليها يكون ليها حظ كبير قوي في العمليه التنمويه في مصر. احنا رحنا اما رحنا شق التعبان رحنا مصنع مودرن للرخام والجرانيت. المصنع ده يعني هقول لكم كده في عجاله قبل ما نشوف التقرير، اكتر حاجه عجبتني جدا فيه يوميها ان القائمين على المصنع او اصحاب المشروع هم 4 شباب.
أربعة شباب كانوا بيشتغلوا عادي، ويمكن أنا حابة ناس كتيرة يعني من شبابنا يشوفوا التقرير ده ويشوفوا إن ممكن لو حد بيسعى وبيجتهد أكيد ربنا سبحانه وتعالى بيوصله اللي يتمناه، لأن هو ساعي بشكل جاد وحاطط هدف قدامه يقدر يوصله. الشباب دول كانوا بيشتغلوا عادي برضو في المجال، وبعدين قرروا إن هم يتعاونوا مع بعض وينشأوا مشروع. مشروع تقريبا بقاله بس 5 6 سنين، يعني 5 سنين أو 6 تقريبا، ان هم يقدروا يوصلوا بصادراتهم ل40 دولة في الوقت ده في الزمن القياسي ده، فبجد يعني تحية كبيرة. وعلى قد ما شفنا المعدات والمكن وقد ايه هم شغالين وعاملين حاجة كويسة قوي، عاملين حاجة اعتقد هي دي من اساس يعني من اهم العوامل اللي كانت سبب في إنجاح هذا المشروع، إن هم كل واحد كان متخصص في حاجة قبل يعني ما يعملوا المشروع يقدر يشتغل عليها. يعني هو مسك القسم ده، واحد هو مسؤول عن التسويق والتصدير للخارج، واحد مسؤول عن المحاجر، واحد مسؤول عن الإدارة والمشروع داخل يعني الشكل الإداري الداخلي، والتاني مسؤول عن الشكل جوه المصنع بشكل معين. كل واحد مسؤول عن الجزئيه دي يعني او عن القطاع ده بشكل كامل، فبالتالي قدروا ان هم يوصلوا لمستهدفهم في وقت قياسي، ان هو يوصلوا. يعني انا بصراحه كنت يعني عايزه اقول لهم يعني بجد انتوا عملتوا حاجه نقدر نعملها مثال يحتذى لكل شبابنا. ربنا يعني يبارك في كل شبابنا ويقدروا يحققوا كل اللي يتمنوه، وربنا يرزقهم بالحظ الوفير ان هم يسعوا ويجدوا ويجتهدوا ويلاقوا ده. يعني بس ان هم مهم ان هم يحطوا هدف، المهم ان هم يوصلوا لحلمهم وما يأسوش، يفضل يسعى لحد ما يوصل للي عايز يوصل له. طبعا يعني احنا ما روحنا هناك وقضينا يومنا هناك في شقة تعبان وفي مصنع مطر، كان قد ايه الدنيا حر، بس كان يوم ممتع، وشفنا العمالة خاصة انها من الصناعات الثقيلة والصناعات اللي ممكن تكون فيها خطورة، فهم برضو حققوا السيفتي الامن والامان، ويكون عندهم ناس فاهمة وتقدر يعني مش زي ما الناس متخيلة ان اللي شغالين في صناعة الرخام والجرانيت دول ناس عفوا يعني غير متعلمين او من الناس اللي هم بيتقال عليهم معلمين او كده. يعني اعتقد لا، الصورة دي مش صحيحة، الصورة الذهنية للناس ممكن تكون فاهماها، في ناس كتيرة شغالة في هذا المجال على علم وعلى دراية وعندهم احترافية في العمل وعندهم ازاي امكانية تحقيق مستهدفات معينة وخطط، وازاي يقدروا يفكروا يصدروا ويفتحوا اسواق خارجية. فتحية لكل اللي بيساهم في العملية التنموية في مصر وكل اللي بيساهم في التنمية.